لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مباراة تعني الكثير أكيد للفريق المغربي باعتبار الفوز سيقودهم للدورة مع النهائي. الفائز فار ينتصر سيتصدر فرق المجموعة برصيد 10 نقاط، سيتجاوز بيراميدز وفيوتشر الثنائي المصري. درجة مصرية بيراميدز خطير كور منطقة الفار درجة مرة أخرى. رضا السليم ولكن التغطية تتم من كريم حافظ. هذا هو رضا السليم بشكل ممتاز. كيلير تسديد كرة قوية إلى ضربة المرمى. محاولة خطيرة من جانب الفريق المغربي. الحمودان حمودان مرة كرة خطيرة فرصة للسنه همشي شطيع ديالي الشيموي برصاية خطيرة 1-0 1-0 هدف التقدم يؤجل السباقية تؤجل حليمات يضيع رضا السليم يرفع كرة رضا رصاية البرا رضا السليم فنان مر رضا السليم والدفاع ركنية الملكي رضا السليم يرفع كرة وكرة برا في كل ركنية يهدد مرمى الفريق المصري على مستوى القائمة الثانية لرصية دارجة الدفاع بينهم القصية مسيرة المحاولة خطيرة للبيراميدز ولكن في راية تسلل الموجود من خلال زكريا فاتي رضا السليم والخطأ موجود على مستوى الكرة الثالثة رضا السليم تغطية تتم الشبر تبقى من خلال ركنية تلعب داخل منطقة الجزاء الكرة تمر تنتهي في الدفاع يبحث الفار عن الهدف رقم 10 لي والتعادل الأبيض مستمر كرة منطقة الفار يحرك الكرة يواصل التلام فتحي فتحي والكرة تبعد في اللحظة الأخيرة بيراميدز ترفع منطقة الفار وأيوب بالقبضة يتدخل أيوب رضا السليم كرة مستوى القائم الأول تغطية من عبد الله السعيد ترجع رضا السليم يرفع كورة رضا تغطية من أحمد السامي ركنية لصالح الفار هذا أحمد السامي غابة الحلول على الفار أمام التماسك الدفاعي الانضباطية مسار محافظ عليها زكريا فاتي التدخل من علي الشاب الركنية كرة تلعب لها بشكل مقاوس رأسية البرا إلى ضربة مرمى من محمد ربيع حارمت 26 ماني ماني يرفع كورة ماني رأسية البرا كرة تجاوزت أحمد السامي ارتمال كورة من رضا السليم عرضية من فاتي المطالبة بنفس التيات والحكم كذلك يرفع كورة رضا تبعد من فخر الدين بن يوسف تبقى منطقة جزاء السعيد مازالت الفار التسديد والتصدي رائع من الشناوي رد فعل سريع من الشناوي كورة خطيرة هي الأخطر رضا السليم رضا السليم سهل الكورة عند أحمد الشناوي ارتمام الشناوي تبقى خطيرة مبكر التسجيل كورة الهدف الشناوي جول 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 سجل الفريق المغربي الكرة الثابتة سلاح التاج